25 ايلول وحلقه جديده بتتجدد مع حضراتكم في برنامجكم الصباحي على الريق اللي بياتيكم عبر شاشه الاردن اليوم من الاحد للخميس. اليوم 45 دقيقه ملفات محليه مهمه ملحه المواطن يعني يحب ان يعرف اكثر ان شاء الله عنها. رح يكون لدينا مجموعه من الاتصالات. بدايه تم ادراج قانون ضريبه الدخل بالاضافه لقانون الجرائم الالكترونيه وثلاثه قوانين اخرى على الاستثنائيه في توقيت قد يكون دقيق لانه نحن نتحدث عن 6 أيام فقط لحين الانتهاء من استثنائية النواب. رح يكون معنا اتصال مع الصحفي والزميل الإعلامي الأستاذ محمد الزيود وهو الخبير في الشؤون البرلمانية حتى نفهم أكثر وحتى نعرف أكثر إن كان هنالك ردود أفعال للنواب تحديدا فيما يتعلق يعني هذا الضغط الذي سيكون عليهم لإدراج أو إقرار هذه القوانين أو رفضها قد يكون، وهذا ما يتمنى الكثير من الشعب اليوم. رح يكون عندنا اتصال آخر حول قانونية الجرائم الإلكترونية، المادة 11 التي تحدثنا عنها كثيرا وتحديدا في كيفية تعريفها لخطاب الكراهية. بصراحة تحتوي هي مطاطة جدا، فضفاضة جدا، ومعظم الصحفيين الإعلاميين سواء في الوسائل المختلفة المرئية أو المسموعة أو حتى يعني عبر وسائل الإعلام الإلكتروني باتوا يخشون بالفعل إنه يتم الزج بهم إلى السجون بسبب يعني بسبب فكرة هنا أو هناك بعيدة عن خطاب الكراهية، ولكن ممكن أن يتم التصيد لها وأن تدخل ضمن هذا التعريف الفضفاض. غيث التل زميلنا رح نتحدث نحن وإياه على التعديلات الوزارية المرتقبة أو يعني إذا كانت شائعة أو غير ذلك، لأنه ماهر أبو طير كتب مقال في غاية الأهمية عن التعديلات الوزارية. للأسف سيتعذر علينا أخذ اتصال هاتفي معه لأنه خارج البلاد، ولكن وعدنا أن يكون معنا إن شاء الله في بحر الأسبوع القادم. الملف الملح الآخر، سمعنا يوم أمس بعض التصريحات لها علاقة بزيادة أو ارتفاع بنسبة 5-6% على المشتقات النفطية. هاشم عقيل الخبير في المشتقات النفطية سيكون متواجد معنا. واحدة من تعهدات حكومة دولة الرزاز كانت أن نفهم أكثر أو الإعلان عن تسعيرة المشتقات النفطية. هل الخبراء بداية يفهمون كيف يتم تسعير هذه المشتقات وكيف بإمكاننا بالفعل أن نبسطها للغة نفهمها نحن؟ يعني نحن لسنا بخبراء في المشتقات النفطية. هذا محور مهم. محور آخر يتم الطلب دائما منا أن نتحدث عنه بالرغم من أنه تحدثنا عنه مع مجموعة من الخبراء الآخرين، اللي هو بند فرق المحروقات. لليوم ما حدا فاهم لهذا البند وهذه الدنانير وهذه المبالغ المبالغ بها اللي عم بتكون زيادة على فواتير الكهرباء. طيب في إشاعة طلعت عن وجود نفط في الأردن، ما واقعية صوابية هذه الإشاعة؟ كل هذه التفاصيل وأكثر رح تكون مع هاشم عقل مباشرة. سنأخذ هذا الاتصال لأنه أصبح معنا جاهز الأستاذ محمد الزيود. صباح الخير. صباح الخير زميلة هنا. أهلا وسهلا بك. بداية، هل بالفعل توقعت أن يتم إدراج قانوني الجرائم الإلكترونية والضريبة على الاستثنائية؟ لأنه كان الكثير من الأشخاص مستبعد يعني هذا الإدراج وتحديدا في هذا التوقيت الدقيق الآن. يعني اليوم صراحة هو كان لم أتفاجأ بالنهج الحكومي أن يكون هناك تشتيت للمسألة أو للمواضيع المدرجة والمناقشة أمام الناس. عندما يشتد الأمر حول قانون معين تحاول الحكومات أن تشتت الانتباه عن هذا القانون وهذا الجدل، والواضح أن الحكومة بالتنسيب بإدراج عدة قوانين بإضافة لقانون ضريبة الدخل هو تشتيت لانتباه الناس. الخبراء والعارفين بالدستور أن الدورة الاستثنائية تنتهي حكما يوم السبت، 6 أيام معهم يعني بما يعني فيهم الجمعة. لن يكون هناك أي مجال لمناقشة هذه القوانين، وأصلا للعلم هناك بعض القوانين موجودة في أدراج مجلس النواب كالقانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية أصلا موجود في مجلس النواب، فلا حاجة له لإدراجه على الدورة الاستثنائية. وهو يعني أمر جاء بشكل غير متوقع، لكن هو معروف الهدف منه هو تشتيت انتباه الناس عن قانون ضريبة الدخل، خصوصا أن قانون الجرائم الإلكترونية والقانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومة هي قوانين أيضا جدلية تثير الرأي العام. منطقيا هل سيستطيع النواب في هذه الفترة المحدودة مناقشة أي قانون من هذه القوانين ولا سيتم إمرارها؟ ولن يتمكن
ولم يتمكن مجلس النواب سوى أن يجري إجراء واحدا وهو قراءة أولى لقانون ضريبة الدخل ويحيل إلى لجنة مختصة، وأيضا يحيل بعض القوانين التي لم تحال إلى اللجان من القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية في الملحق، ولكن مفروض عليه أن يقر ولا يستطيع أيضا أن يرجع هذا القانون إلى العادية إلى ليس مجبرا مجلس النواب أن يفتح أي قانون من هذه القوانين. مجلس النواب يستطيع، وهي الأولوية بالنسبة له قانون الضريبة، وبقية القوانين تبقى في الأدراج إلى حين انطلاق الدورة العادية. نعم. وأصلا زميلة هنا موعد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة في الدستور تنطلق يوم الاثنين، مزبوط. يعني بعد يوم أو يومين من انتهاء الدورة الاستثنائية. فلو التزمنا بما نص عليه الدستور لن يكون هناك أي جدل ولن يكون هناك أي مشاكل. ولكن من المستغرب يعني أنت تلاحظ أنه مع كل هذه التفاصيل ذكرتها حضرتك، يعني العادية بعد يومين من انتهاء الاستثنائية، بالمطلق لا يوجد أي واقعية لمناقشة هذه القوانين بتروي بدراية، هل يعني لماذا أخذت إذن هذا الحكومة هذا القرار؟ وهل سمعت أي ردود أفعال من النواب حول التعديلات التي جرت على قانون الضريبة؟ صراحة يعني النواب زميلها النواب قليل الذين يدركون ما هي تفاصيل القانون للأمان. خسارة تفاصيل قانون وكل هذه الحوارات اللي راحت، يعني هم عدد محدود العارفين بتفاصيل هذا القانون. النواب كانوا يتذرعون بأن القانون لم يصلهم، لن يتحدثوا بهذا القانون حتى يصلهم. القانون وصلهم الآن وليس لهم حجة. الكرة، الحكومة ترمي الكرة في مرماهم، واليوم هم أمام مرمى أسهم الناس، فعليهم أن يكونوا جادين وقادرين على استيعاب هذا القانون ومناقشة بتمحيص وبتأني، حتى لا يؤخذ عليهم أنهم سلقوا هذا القانون وتم إقراره بشكل سريع رغبة وخضوعا لإملاءات الحكومة. طب من وجهة نظر حضرتك، يعني سيتم تمرير هذا القانون؟ نعم، بهذه الطريقة بنسبة 90% سيتم إقرار هذا القانون. نعم. وسيتم تغيير أو تعديل تعديلات طفيفة عليه. نعم. سيتغنى بها النواب، وهي تتعلق بالإعفاءات، زيادة 1000 هنا و1000 هناك. نعم. يعني تركوا لهم شوية هامش، لأنه يوم أمس بالعادة كما تعودنا بين التنسيق الغير معلن وغير المعترف به بين النواب والحكومة، بالعادة تترك الحكومات هامشا للنواب في هذه القوانين الجدليه. اوكي، على صعيد اخر، كيف قرات موقف النقابات واللي كان رخو، يعني كما يقول الكثير من الاشخاص يوم امس انه والله الحكومه استجابت وهنالك تعديلات حتى لو كانت طفيفه ولكن يعني في الاتجاه الايجابي. هل معنى هذا ايضا قناعه من النقابات انه خلاص نمشي الامور كما هي علي؟ لا، النقابات موقفها واضح صراحه. يعني النقابات خلال الشهرين الماضيين حتى يوم أمس واضح أن النقابات تبصم بالحكومة على ما تقوم به بقانون الضريبة، وواضح أنها لن تقوم بأي إجراء أو اعتراض على هذا القانون. نعم. ومسألة الاعتراضات انتهت، وإن دعا مجلس النواب إلى اجتماعات فيما بعد للقاء النقابات سيكون حوارا أقل من عادي. نعم. ولن يكون في الثقوف المتوقعة كما حدث في شهر رمضان الماضي. محمد، أنت كنت متواجد على الرابع يعني كل الأيام، متوقع شعبيا أن يكون هنالك أي إجراء قريب؟ لا أتوقع أن يكون هناك تحديدا على الدوار الرابع في عمان. لن يكون هناك أي حراك، الحراك لأن التيار الأغلب الذي خرج في يوم أو في شهر رمضان المبارك كان مناصر اليوم لحكومة الرزاز، لأن يعتبر الرزاز هو حليف له وقريب منه وأقرب لوجهة نظره من أي رئيس حكومة، فلن يخرج هذا التيار. بالمقابل أتوقع قد يكون هناك حراك في المحافظة. نعم. طب شكرا جزيلا محمد الزيود، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا، الخبير في المشتقات النفطية السيد هاشم عقل سيكون معنا بعد فاصل قصير جداً.